السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية ألا وائل دي جي، مع حصة جديدة من حصص اللغة العربية للسنة الأولى متوسط، المقطع الرابع الأخلاق والمجتمع، تحضير درس صفحة 86، سوء المهلكة، شرح المفردات زائد أفكار زائد أسئلة الفهم، صفحة 86، نبدأ. سوء المهلكة. بني الجزائر، هذا الموت يكفينا، لقد أغلت بحبل الجهل أيدينا. بني الجزائر، هذا اللهو أوقعنا في سوء مهلكة عمت نوادينا. فقر وجهل وآلام ومسغبة، يا رب رحماك هذا القدر يكفينا. فالجهل قاتلنا والفقر مهلكنا والبأس خاذلنا واليأس مردينا. مد الأيادي فهاك كفي لنتحد، إن التفرق يا للعار يؤدينا. الناس بالعلم شقوا الأرض واخترقوا وشيدوا وبنوا عزا وتمكينا. الناس في الجو طاروا حلقوا وعلوا ونحن نحسبهم جهلا شياطينا. ألم نكن أمة أغلى الورى حسبا، ألم نكن أمة أزكى الورى دينا. آباؤنا قد بنوا فيما مضى شرفا بالحزم صرحا على رغم المناوينا. لكن به عبثت كف الغباوة من حثالة لا ترى في طبعها لينا. أنهينا قراءة النص، ننطلق الآن إلى شرح المفردات. أغلت، قيدت، خذله، تخلى عنه وترك نصرته. مردينا، مهلكنا. الورى، البشر. أزكى، أطهر. الحزم، عفوا هنا الحزم، العزم. صرح، صرح، بناء عال. المناوئين، المعادين، الأعداء. حثالة، أسافر الناس. أسئلة الفهم، إلى ما يوجه الشاعر خطابه في النص؟ يوجه الشاعر خطابه إلى أبناء الجزائر، ماذا يريد منهم؟ يريد أن ينبههم إلى خطورة الوضع الذي تمر فيه البلاد ويدعوهم إلى الاتحاد والاقتداء بالأجداد. ما هو الأسلوب الذي استعمله الشاعر في بداية النص؟ استعمل الشاعر أسلوب النداء يلفت انتباه الجزائريين. ما هي الأمور التي أراد أن ينبههم إليها ولماذا؟ أراد أن ينبههم إلى الجهل واللهو والفقر والآلام والمجاعة، لأن هذه الأمور تعتبر آفات اجتماعية مهلكة. ممن طلب العون عن طريق ماذا؟ طلب العون من الله تعالى عن طريق الدعاء. ما الذي يريده من أبناء الجزائر في بداية هذا المقطع؟ يريد منهم الاتحاد والابتعاد عن كل عوامل التفرقة. ما هو الشيء الذي مكن الدول المتطورة من الوصول إلى ما وصلت إليه؟ العلم هو الذي أوصلهم لذلك. بماذا يذكرنا وكيف كانوا؟ يذكرنا بآبائنا وأجدادنا الذين كانوا أحسن الناس. ما هو سرهم؟ سرهم هو التمسك بالدين والحزم. ولماذا أصبحنا بهذا الحال السيء؟ ومن السبب؟ أصبحنا بهذا الحال السيء لأننا لم نحافظ على تراثنا، وسبب ذلك عبث حثالة الناس به. الفكرة العامة، دعوة الشاعر إلى الاتحاد والعلم لمحاربة الجهل والفقر وتحقيق الرقي. الأفكار الأساسية، الفكرة الأولى، معاناة الجزائريين جراء الفقر والجهل.
الفكرة الثانية الدعوة إلى الاتحاد والعلم لدفع عجلة الرقي. الفكرة الثالثة إشادة الشاعر بماضي أمتنا المجيد وما شيده آباؤنا قبل أن تهدمه أكف الغباوة. القيمة التربوية، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال صلى عليه الصلاة والسلام: يد الله مع الجماعة. لن تحقق الأمة رقيها إلا إذا اجتمعت سواعدها على سلاح العلم والمعرفة. وهكذا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا إلى نهاية الفيديو، وأخيرا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.